تخيل تبقى دافع 10 مليون جنيه عشان تفقد حياتك في رحلة ملهاش أي لازمة غير إنك رايح تتفرج على حطام سفينة تايتانيك اللي غرقت من 100 سنة، وكان في الرحلة دي 5 أشخاص، هما هاميش هاردينج ملياردير، وشهزادة داوود ملياردير باكستاني، وسليمان داوود ابنه، ومعاهم بول هنري غواص رجل أعمال فرنسي، وستوكن راش الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة وهو اللي بيقود الغواصة بنفسه. وقبل ما بيطلعوا الرحلة بيمضوا على ورق إنهم لو فقدوا عقلهم أو ماتوا شركة مش ملزمة باللي هيحصل لهم. والأغرب من كده إن مالك الغواصة بيسوق الغواصة بدراعات بلايستيشن، وكان كذا حد من اللي راحوا الرحلة قبل كده كانوا بيقولوا دي من أصعب الرحلات اللي عاشوها وسط البحر. التحكم في الغواصة من أصعب ما يمكن، وكأنهم ماشيين بدراع البلايستيشن ده ومش عارفين يتوجهوا بيه بشكل كويس في المية. وبعد ساعة من نزولهم انقطع الاتصال ما بينهم وبين السفينة المساعدة ليهم فوق المية. بلغوا البحرية الأمريكية فضلت تدور عليهم لكذا يوم لحد ما اكتشفوا امبارح إن الغواصة انفجرت من كتر ضغط المية. هي ما انفجرتش بالشكل المعروف، هو اللي حصل لها انها اتهرست كانها بالظبط زي علبة كنز اتهرست من كتر ضغط المية اللي عليها، عشان كانت موجودة على عمق حوالي 4000 متر تحت المية.